أهلا بكم من جديد. أشاد الجهاز الوطني للإيرادات بالتجاوب الإيجابي من قبل الشركات والمؤسسات بالمسارعة في التسجيل من أجل ضمان تحصيل القيمة المضافة بالطرق الصحيحة، وذلك استجابة للدعوة التي أطلقها الجهاز قبيل التدشين بهدف تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة. وأعلن الجهاز الوطني للإيرادات أن عدد الشركات والمؤسسات التجارية التي حصلت على شهادة التسجيل في القيمة المضافة حتى اليوم بلغ أكثر من 2000 شركة، وذلك مواصلة لجهودها الرامية إلى تحقيق التطبيق السليم لآليات القيمة المضافة من خلال التعاون البناء مع المؤسسات التجارية، منوها بالحرص الدائم من قبل الشركات والمؤسسات على الاستفسار بهدف التنفيذ الصحيح للقيمة المضافة. شاركت السيدة سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بفعاليات الدورة الثانية للمؤتمر العربي الإفريقي لسيدات الأعمال الذي عقد مؤخرا بمدينة مراكش المغربية. واستعرضت جناحي خلال ورقة العمل التي قدمتها في المؤتمر المستوى الرائد الذي حققته مملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة والمراكز المرموقة التي وصلت إليها المرأة البحرينية في مختلف مجالات العمل، وأشارت إلى القوانين والتشريعات البحرينية الداعمة للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص الوظيفية على كافة الأصعدة والمجالات، والتي جعلت من البحرين نموذجا يحتذى به من خلال تمكين ودعم المرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار. وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. مساء الخير سيدة سونيا، وبداية وكما نعلم تتسم مملكة البحرين بالقوانين والتشريعات البحرينية الداعمة للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص الوظيفية على كافة الأصعدة والمجالات. برأيك كيف ساهمت هذه القوانين في إظهار المملكة كنموذج يحتذى به من خلال تمكين ودعم المرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار؟ مساء الخير ومشكورين على هالاستضافة. احنا طبعا في البحرين محظوظين بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة بقيادة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله. هو بحد ذاته أصبح البنية الأساسية لدعم المرأة وتمكينها في البحرين، وجعلها تتفوق عن باقي الدول العربية والعالمية أقدر أقول لكم. نعم. اليوم المرأة البحرينية يعني كانت من مو بس اليوم، المرأة البحرينية من الأصل كانت مدعومة من قبل الدولة، من قبل التشريع، وهذا ليس بجديد في البحرين. اليوم نحن بصدد التركيز على تمكين المرأة، والبحرين نجحت في تحقيق هذا الهدف. اليوم العدد النساء اللي تم انتخابهم في البرلمان أكثر عدد، و 25 صوت من أصل 40 تم التصويت لانتخاب مرأة تترأس البرلمان، وهذا دليل على أن المرأة تتحلى بالدعم المستمر من قبل الحكومة والشعب وتمكينها في مناصب رفيعة في الدولة. نعم، بالحديث سيدة سونيا عن المؤتمر العربي الأفريقي لسيدات الأعمال، فقد حمل شعار تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مساندة رائدات الأعمال. برأيك سيدة سونيا، ما مدى قوة دور سيدات الأعمال البحرينيات اليوم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات الناجحة في تنظيم المشاريع؟ احنا اليوم في هالمؤتمر قدرنا نخلي البحرين تكون رائدة في موضوع تمكين المرأة. البحرين اليوم إذا بناخذ من منطق وظيفي القطاع العام 50% من الموظفين نساء، إذا بناخذ القطاع الخاص 34% من القطاع الخاص الموظفين نساء، إذا بناخذ رواد الأعمال عندنا 49% من السجلات تملكها النساء في البحرين، وهذا يدل على انخراط المرأة البحرينية في مجال العمل. بالإضافة إلى ذلك، نحن في البحرين لم نواجه في أي وقت، يعني مو بس الحين، أنا أتكلم من سنين يعني جينيريشن، أي فراغ بين المرأة والرجل في موضوع التوظيف، والتوظيف دائما قائم على مدى إمكانية الفرد ومؤهلات الفرد
وخبرة الفرد للحصول على الوظيفة، وليس سواء الشخص يكون رجل أو امرأة، كان رجل أو امرأة. وفي حين أن ونفس الوقت اللي شفته في المؤتمر كثير من الدول المتقدمة اليوم يعانون من هالمشكلة، أن عندهم نعم. الفرق في تعيين المرأة والرجل والفرق في الرواتب وهالأمور، والحمد لله احنا في البحرين ما عندنا هالتفرقة نعم. بين الرجل نعم. والمرأة. تمنياتنا سيدة سونيا جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بدوام الريادة النسائية التي تواكب التطلعات التنموية لمملكة البحرين. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تراجع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.9% مقفلا عند مستوى 1379 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4,182,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 790,000 دينار تم تنفيذها من خلال 108 صفقات. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 71.42% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8572 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.22%. وبالنسبة إلى سوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2550 نقطة كما هو موضح على الشاشة، بارتفاع بلغت نسبته 0.2%، ليكون الرابح الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4073 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.7%. شهدت العاصمة الباكستانية إسلام أباد انعقاد مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة ووزارة التجارة الباكستانية، بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الحالية لجمهورية باكستان. وفي كلمة له قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي إن العلاقات السعودية الباكستانية تسير باتجاه إيجابي جديد، مشيرا إلى رغبة ولي العهد في تحويل العلاقات الثنائية مع باكستان إلى شراكة استراتيجية. وبين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 3.7 مليار دولار لا يزال أقل من المستوى المأمول، الأمر الذي يتطلب عملا جادا وجاذبا للمستثمرين من كلا الجانبين ومناقشة الفرص المتاحة وكذلك التحديات والعمل على تذليلها. توقع أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية صالح السلمي أن تحقق المملكة 220 مليار ريال من الصادرات غير النفطية خلال العام 2018 المرتقب أن تصدر بياناته المحدثة خلال أيام، بنمو يزيد عن 14% مقارنة مع حجم هذا النوع من الصادرات في العام السابق له. وقال السلمي إن مشاركة الهيئة ونحو 53 شركة سعودية في معرض جولف فود للأغذية بدبي تستهدف تعزيز الشراكات وزيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية عبر المشاركة الفاعلة في هذا المعرض الذي بات منصة عالمية لصناعة الأغذية.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن صفقات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار أبرمت خلال اليوم الأول من فعاليات معرضي أيدكس ونافدكس 2019، وتوزعت العقود المبرمة على 15 شركة عالمية و18 شركة محلية في الإمارات. وقال العميد ركن محمد الحساني المتحدث الرسمي لمعرض أيدكس إن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في المعرض بلغت مليار دولار. وأفاد العميد ركن أن المعرض شهد توقيع عقود أخرى مع شركات عالمية، مشيرا إلى أن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 300 مليون دولار.